السلام عليكم. في الفيديو ده عايز اتكلم عن حاجه اسمها النستد فور لوبز، اللي هي فور لوبز نستد جوه فور لوبز او فور لوبز جوه فور لوبز ثانيه. طب ليه ممكن احتاج حاجه زي كده؟ الاستخدامات بتاعت حاجه زي كده اكتر من ان هي تتعدي يعني. تعال نتخيل مثال برضه اهبل كده، ان احنا عايزين نطبع الارقام من 0 لحد 3 خمس مرات ورا بعض، ماشي؟ فانا في الشكل الطبيعي عشان اطبع ارقام من 0 لحد 3 او حتى من 0 لحد 10 خمس مرات ورا بعض، فانا عشان اطبع الارقام من 0 لحد 10 اصلا بعمل كده زي ما انت قبل كده، فور انت اي ايكوال 0 اي اصغر من 10 مثلا اي بلس بلس، واجي هنا سي اوت اي. طيب لو انا عايز اطبع الارقام من 0 لحد 10 او لحد 9 في الحاله دي خمس مرات ورا بعض، هضطر اعمل ايه؟ في اللي انا عارفه لحد دلوقتي هضطر اخد دي واكررها نفسها خمس مرات، صح؟ انا كده هعمل مره كده، تاني مره، تالت مره، رابع مره، خامس مره. لما اجي اران حاجه زي كده الكلام ده، فمن 0 لحد 9 وبعدين من 0 لحد 9 وبعدين من 0 لحد 9 وهكذا، تمام؟ فهلاحظ ان انا عمال اتكرر، في كود عمال يتكرر، وانا المفروض اتضايق كل ما الاقي كود بيتكرر. المفروض غرضي ان انا احاول اخلي الكود ما بيتكررش قدر الامكان، عايز اكتب الكود في اقل عدد ممكن من السطور عشان ما يبقاش فيه تكرار ريدندنت يعني او من غير لازمه. فانا لو فكرت شويه هلاقي ان انا ان في الاخر الفور لوب دي عباره عن كود سنيبت، صح؟ جزء من الكود. فانا لو عايز اخلي الكود ده يتكرر كذا مره، هقدر احط الكود ده كله على بعضه جوه فور لوب ثانيه، بحيث ان الفور لوب دي تتكرر خمس مرات. انا ممكن امسح الكلام ده كله اللي انا عامله ده، اللي انا مضايقني مش عايزه كده، واقدر اجي هنا ومعايا فور لوب تاني فور. ممكن احط فاريبل غير الاي عشان، او احط كاونتر غير الاي عشان ما اتلخبطش. فانت جي ايكوالز 0، جي اصغر من انا عايز كده، عايز خمس مرات صح، يبقى جي اصغر من 5 جي بلس بلس، ويبقى الكود ده جواه الفور لوب الثانيه دي كلها على بعضها. ففي الحاله دي الفور لوب اللي جوه هتتنفذ خمس مرات، ماشي؟ وفي كل مره هطبع الاي. طب لو جيت ارن الكلام ده هيطلع لي الكلام ده اللي هو برده الكود متكرر من 0 ل 9 خمس مرات، بس من غير ما اكتب كود كبير. ممكن انظم الدنيا شويه بحيث ان انا اجي بعد كل لوبايه من دي ما تخلص، كل ما لوبايه من دي تخلص هقوم عامل مثلا سي اوت لوب نمبر، واحط مثلا ايه جي مثلا، ممكن احط دي قبل اللوب ما تبدا اساسا، ماشي؟ فاللي بيحصل دلوقتي، تعال نحاول نتريس الكود ده كده بسرعه. الاول الجي ب 0 هيجي هنا هيطبع لي، تعال نحط سطرين بين كل واحده هنا الجي ب 0 هيطبع لي لوب نمبر 0، وبعد كده ابدا اخش اللوب دي من الاول، هبدا اخش من عند سطر 11، فانيشاليز الاي بصفر، الاي اصغر من 10 هخش اطبع الاي، وهكذا هقعد امشي 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 لحد ما في لحظه الاي تبقى ب 10. لما الاي تبقى ب 10 هوصل هنا، هطلع بره اللوب خالص، وبالتالي هوصل هنا. لما بوصل هنا ايه اللي بيحصل؟ لما بوصل هنا خلاص انا وصلت للاقواس بتاعه الفور لوب الكبيره، فبالتالي هروح ازود الكاونتر. فدلوقتي الجي بقى بواحد، فلما الجي بقى بواحد هل الواحد اصغر من 5؟ هيطبع لي سي اوت لوب نمبر واحد، ماشي؟ وبعدين سطرين، وبعدين ابدا اخش اللوب دي من الاول تاني. محدش بقى يفكر ان دلوقتي الاي حصل له انشاليزيشن مره، فالاي مش هيخش ينفذ السطر ده تاني. لا، هو الاي بي جيت ري انشاليزد كل مره ابدا اللوب من الاول. يعني دي بالنسبه لي كانها لوب جديده خالص، لسه هبدا من الاول تاني. طالما انا واقف هنا صح دلوقتي، الكود واقف هنا قبل ما يخش الفور لوب، اول حاجه هيعملها هيخلي الاي ب 0 من الاول تاني. محدش يفتكر ان الاي مثلا خلاص بقت ب 9 او ب 10 من المره اللي فاتت، فالاي هتبدا ب 10 زي ما هي. لا، انا كل مره اخش اللوب دي بعمل لها ري انشاليزيشن تاني للاي، فالاي هتبقى ب 0. وبعدين هل 0 اصغر من 10؟ هطبع الاي، وبعدين اي بلس بلس، قصدي لا، هطبع الاي وبعدين اي بلس بلس، وبعدين هل 1 اصغر من 10؟ اطبع الاي وبعدين اي بلس بلس، وهكذا لحد ما الاي توصل ل 10 تاني، تخلص اوصل هنا او واصل هنا، وصلت هنا ازود الكاونتر، الجي يبقى بواحد تاني وهكذا يعني. فلو جيت ارن ده هيبقى برده نفس اللي فات بس بشكل انضف شويه. فانا اول اهو لوب نمبر 0 وطبعت من 0 ل 9، وبعد كده لوب نمبر 1، وبعد كده لوب نمبر 2 3 4 وهكذا. فده من ضمن استخدامات النستد فور لوبز، ان انا عايز لوب تتكرر عدد معين من المرات. الكلام ده بنحتاجه قوي لو احنا بنعمل اريز بقى، بنستخدم مثلا 2D اريز او 3D اريز او 4D اريز، والكلام ده بيستخدم فعلا في حاجات كتير، فالكلام ده مهم. فلو انا عندي مثلا 2D اري، هقدر اخلي مثلا لوب
بتقدر تلوب على الروز بتاعت الاري، ولوب بتقدر تلوب على الكولومز بتاعت الاري. لو عندي 3 دي اريز هتلاقي فيه لوب للطول وطول ولوب للعرض ولوب للديبث جوه في الثيرد دايمنشن. وكان ده هنشوفه، هنشوف ال 2 دي اريز، مش هنشوف 3 دي بس، هنشوف ال 2 دي اريز لما نوصل لها في المنهج يعني. فده من ضمن اهم استخدامات النستد فور لوبس. طيب من ضمن الاستخدامات المهمه برضو النستد فور لوبس، لو احنا عايزين نرسم باترنز على الشاشه او عايزين نعمل جداول، هي الجدول في الاخر شبه ال 2 دي اري. بس تعال نتخيل كده، انا عايز ارسم زي جدول كده على الشاشه يكون فيه التالي، عايز يكون عندي حاجه زي ده كده كان ده الكونسول بتاعي. عايز مثلا اطبع في اول رو هنا اي 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 10 ايهات، وفي تاني رو عايز اطبع 10 بيهات، وفي تالت واحد 10 سيهات، وهكذا لحد مثلا دي واي مثلا. ماشي، انا عايز اعمل كل الكلام ده. ففي كذا فكره ممكن نفهمها من المثال ده يعني. الاول تعال نفكر انا هعمل ايه. انا هيكون عندي لوب بتعدي على الروز، هيكون عندي هنا كاونتر اي، لما الاي يساوي 0 يبقى انا في الرو رقم 0، لما الاي يساوي 1 يبقى انا في الرو رقم 1، لما الاي يساوي 2 يبقى انا في الرو رقم 2، وهكذا. فالاي ده هيكون كاونتر نوعا ما، هيتحرك من 0 لحد كام؟ 0 1 2 3 4 لحد 4. ماشي، فانا عندي 5 روز يبقى بتحرك من 0 لحد ما الاي يساوي 4، مش اصغر من 4، يبقى لحد ما الاي يبقى اصغر من 5 يعني. فيكون عندي كاونتر تاني اسمه جي بيعدي على الكولومز دي، فهنا ده الجي هيبدا ب 0 وينتهي بتسعة، عشان عايزه يكون اصغر من 10، عشان عايز ارسم 10 ايهات على الشاشه. وبعدين كل مره بغير الكاركتر بناء على قيمه الاي، لو الاي ب 0 هطبع A، لو الاي ب 1 هطبع B، وهكذا. طيب تعالى نفتكر بس معلومه مهمه، او لو مش عارفين المعلومه دي اصلا يبقى نقول معلومه مهمه، ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده. اقدر اقول مثلا كار اكس مثلا ايكوالز A، ماشي، ولو جيت عملت اكس بلس بلس في الحاله دي، لو عملت هنا كومنت الاكس ده هيساوي بي. ماشي، فيعني بمعنى ادق ان A بلس 1 ككاركتر بيساوي بي. فدي معلومه مهمه صح؟ ليه؟ لان دلوقتي الاي ده كانه عباره عن A بلس 0، طب البي عباره عن A بلس 1، طب السي عباره عن A بلس 2، وهكذا. فنوعا ما اقدر اقول ان الكاركتر اللي هرسمه على الشاشه عباره عن A بلس اي، بحيث لما الاي ده كان بيساوي 0 هرسم ايهات، لما الاي يساوي 1 هرسم بيهات، وهكذا. فدي معلومه برضو محتاجين ناخدها معانا في الاعتبار واحنا بنعمل البرنامج بتاعنا. فتعال نحاول نعمل البرنامج ده كده. الاول طبعا هرسم الاوتر لوب، اللوب يعني تعال نشوف كده حاجه، لا تعال نفكر في اللوب دي. لو جيت تبص هتلاقي ان الاي بيتغير اسرع بكتير واكتر بكتير من الجي، صح؟ الاي بيتحرك من 0 ل 10 خمس مرات، فالاي ده بيتغير تقريبا 50 مره، صح؟ من 0 ل 10 في اول لوب، يعني في اللوب الاول، في اللوب الكبيره اللي هي اللوب بتاعت الجي دي. الاي اول مره لما الجي بيساوي 0 الاي هيتحرك من 0 ل 10، لما الجي بتساوي 1 الاي هيتحرك من 0 ل 10، وهكذا. فاللي بيتكرر كتير هو الانر لوب، اللي بيتكرر قليل هو الاوتر لوب. فانا عايز اعمل حاجه شبه كده هنا، عايز الاي ده يتغير قليل، وفي كل مره من تغير الاي هغير الجي 10 مرات، صح؟ فالجي هتجيت ري انشاليزد ب 0 كام؟ خمس مرات بناء على، عشان عندي هنا 1 2 3 4 5 روز. تعال نشوف هنعمل ايه. انا ممكن اجي هنا، تعال نمسح الكلام ده. فانا الاول عايز اعمل اللوب بتاعه الروز، فاقول فور انت اي ايكوال 0، اي اصغر من 5 واي بلس بلس، فكده دي اللوب بتاعه الروز. طيب بعد كده في كل رو عايز ارسم 10 كاركترز. طيب فممكن اعمل ايه؟ هعمل لوب ثانيه عشان تعدي على الكولومز بقى، فور جي ايكوال for int j equals 0، j اصغر من 10 و j بلس بلس. وهنا محتاجه سي اوت. سي اوت ايه بقى؟ a زي ما قلت بلس ال i، ومش محتاج نيو لاين، صح؟ انا عايز ارسم الايهات كلها جنب بعض. طيب فانا هنا برسم a بلس i، لما الاي ب 0 هرسم a بس او هطبع a، والاي ب 1 هطبع b، وهكذا. طيب لو عملت كده هلاقي كل حاجه في سطر واحد، انا ما عنديش ولا نيو لاين خالص. الحقيقه انا عايز اول ما ارسم ال 10 ايهات، لما اخلص 10 ايهات كلهم احط نيو لاين واحد. فانا عايز اجي هنا كده واسي اوت اند لاين، بحيث ان انا كل ما اخلص رو احط نيو، مش انا كده خلصت رو لكن اقوم حاطط نيو لاين عشان اخش على الرو اللي بعده، وارسم البي وارسم السي وهكذا. تعال اتاكد ده اشتغلت صح زي ما انا متخيل. لا عشان هو طبيعي لي كده ايه، تمام هو كده اللي حصل
ان انا لما عملت a بلس i، تعال نشوف كده الارقام اللي طلعت 97 97 97 97، ده الاسكي كود بتاع الاي، ده الاسكي كود بتاع البي. فهو هو عمل اللي انا عايزه a b c 97 97 97 100 وهكذا، بس هو لما بجمع كاركتر على رقم هو الحقيقه بيحول بيخلي الناتج انتجر، بيحوله للاسكي كود بتاعه. فانا الحقيقه محتاج اعمل تايب كاستنج هنا واعمل كار اوف الكلام ده بحيث ان هو يرجعه تاني كاركتر. فكده ظبط زي ما انا عايز بالظبط فعلا، ادي A A A A B B B C لحد E. فده كده شيء جميل جدا، عرفنا ازاي نعمل زي حاجه في 2D كده، نرسم حاجه في 2D على الشاشه عندنا. وده من ضمن استخدامات النستد فور لوبس. الحقيقه كان ممكن اعمل نفس الكلام ده بشكل مختلف شويه صغيرين، ان انا ممكن بدل ما اعرف الكاونتر هنا ان هو انتجر، ممكن كان ممكن اجي، تعال نشيل ده كده، كان ممكن اجي هنا واقول car i equals a وi اصغر من f عشان اجسم لحد e وi بلس بلس. فانا كده اللوب كاونتر بتاعي ما بقاش كاونتر، ما بقاش رقم، بقى كاركتر صح. فانا بانشلايز الكاركتر ب a وبقول ان هو طول ما هو اصغر من الاف ده كده، كاني بقول طول ما الاسكي كود بتاع الراجل ده اصغر من الاسكي كود بتاع الاف اعمل لي i بلس بلس، وهنا اطبع الاي بس. فده برده فاليد كده، هطبع اول مره هطبع a وبعد كده في المره اللي بعدها الاي هيزيد هيبقى b وهكذا، حقق لي نفس النتيجه بالظبط من غير ما اعمل التايب كاستنج اللي عملته قبل كده. فده فاليد، ده فاليد. دي معلومه مهمه ان مش لازم يكون موجود هنا انتجر، ممكن يكون اي حاجه باي شكل من الاشكال. هنا ممكن يكون اي كونديشن، يعني ممكن هنا احط اي كونديشن انا عايزه وهكذا يعني. فده كده كان شيء كويس تمام.